مشاهدينا ومشاهدي قناة النهار، مساء الياسمين، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا ونقول كمان. النهاردة حرفيا هنقول كمان، لأننا هنتكلم في موضوع سبق واتكلمنا فيه قبل كده بس من منظور مختلف. من حوالي أسبوعين استعرضنا مع حضراتكم عادات وتقاليد الخاصة بتكاليف الزواج في مختلف محافظات مصر، واتكلمنا تحديدا عن قائمة المنقولات الزوجية أو زي ما الناس بتسميها القايمة. ثم انشغلت السوشيال ميديا بالحديث عن القايمة بعد ما ظهرت صورة لقايمة كتب عليها أبو العروسة: من اؤتمن على العرض لا يسأل عن المال. والناس انقسموا ما بين مؤيد ومعارض. المؤيد شايف أننا نشتري راجل، والمعارض شايف أنه القايمة حق من حقوق العروسة لا يحق لأبوها أن هو يفرط فيه. النهاردة هنتكلم في موضوع القايمة تاني، وهنقول كمان بس من منظور قانوني وديني. ومعايا في الاستوديو ضيوفي: الأستاذة سارة ميزار، المحامية والباحثة القانونية. أهلا يا سارة. أهلا بحضرتك. ومعايا أيضا الأستاذة ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومحاكم الجنايات والأسرة. أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذة بيك. ولاء، أهلا. أنا عايز أسألكم في البداية كده عشان شكلكم صغنطوطين، أنتم متجوزين؟ لا مفيش حد متجوز. لا. طب هأجل السؤال الشخصي، بس خليني أبتدي مع سارة وأسألك: القايمة دي عادات وتقاليد ولا في نص قانوني يعني بينص عليها زي المهر، زي المؤخر، زي النفقة؟ يعني هل في أي تندرج تحت أي مسمى قانوني ولا هي عادات وتقاليد؟ ما هي علشان عادات وتقاليد فالمشرع عمل لها نصوص قانون تحافظ على الخلافات اللي بتحصل بينها. يعني مثلا في زوج وزوجة تدارج العرف ان هم يعملوا قائمة منقولات وبعد كده اختلفوا، ففي قانون بيحل الخلاف ده. ولكن لو ما عملوش قائمة منقولات، هل القانون بيقول لا لازم يعملوا عشان الجواز يكون صحيح؟ لا خالص، مفيش الكلام ده. لكن المهر مثلا، ولا حتى المهر، المهر ده بيتكتب في قسيمة الزواج دلوقتي مقدم الصداق اللي هو الواحد جنيه. هل لو هي كتبت الواحد جنيه وما اخدتهوش الجواز هيقع باطل؟ لا. الجواز ده عبارة عن اتنين اتفقوا على اساس ايه بقى، هم حرين زي ما بيتفقوا، صحته او عدمها الاطار الشرعي بس اللي اتحط فيه. قانونا مفيش حاجة بتقول انه لازم يحصل كذا والقايمة يكون شكلها كذا عشان يكون الزواج ده صحيح، لا خلاص. يعني ممكن الزواج طبعا يتم بدون قايمة منقولات. طيب. طبعا بدليل ان في حالة عندنا اهي حصلت بالفعل. استاذة ولاء، انا هسألك بقى السؤال معكوس: لو فعلا في قايمة منقولات واتكتبت واتفقوا عليها، هل ممكن تتحول القايمة دي لمجرد حبر على ورق؟ لا، احنا خلينا بس نقول يعني ايه قايمة منقولات وايه اصلها اصلا. قايمة والاصل ان العروسة بتاخد مهر عند انعقاد الزيجة. كان زمان العروسة كده يروحوا لاهلها يدوها مهر خلاص تجهز نفسها، وبناء عليه ما كانش بيتكتب قايمة. زمان ده اللي هو امتى؟ اصل انا كنت بتكلم يعني مع فريق التحرير قبل التصوير، بقول لهم انا ما سمعت، انا مش قديمة قوي يعني، بس انا ما سمعتش عن القايمة دي خالص الا حديثا. ما هو عشان الظروف الاقتصادية ما بقاش العريس يدفع مهر، فبقى في حاجة اسمها قائمة منقولات. يعني ايه؟ يعني الزوجة بتجهز زيها زي الراجل بالظبط، واحيانا يبقى بالنص ما بينهم، فما بقاش يدفع مهر، فالزوجة بقت بتجهز وتجيب منقولات وعفش واجهزة وكل حاجة. بس استني بس، بدأ يتكتب قايمة. استني بس، مش المفروض انه المهر هي بتشتري منه الحاجات اللي مكتوبة في القايمة؟ المفروض طبعا، ده الاساس. يعني بالبلدي ده من دقنه وفتله، يعني هي واخده من المهر وكاتبه القايمه؟ لا، حاليا ما بقاش يدفع مهر اصلا، بقى علشان ظروف الشباب دلوقتي، فالزوجه هنا بتساعد، فبدات ان هي تجيب منقولات زيها زي الراجل، فبتضمن حقها ازاي انها كمان ما خدتش مهر، بقى يتكتب قائمه منقولات وهو بيمضي عليها، وهي بتعتبر عقد من عقود الامانه، يعني زيها زي ايصال الامانه كده بالظبط. بتنظمها المادة 341 من القانون. اللي نصها ايه؟ ان الامانة ديت ان الزوج ما يبددش هذه المنقولات، متى طلب منه انه يردها. يعني مثلا ما تبقاش مسافرة سفرية تيجي ما تلاقيش العفش في البيت، يعني العفش ده يبقى موجود على سبيل الامانة،
فقط. ايه الامانه؟ ايه بين اتنين متجوزين؟ ما هو القانون هنا نظم قائمه المنقولات على اساس انها زيها زي يعني ايصال امانه كده بالظبط. بمعنى ايه؟ بمعنى في حاله الطلاق ان هو يرد لها هذه المنقولات، ما تبقاش اتطلقت ما خدتش مهر اصلا في الزواج، وفي نفس الوقت خد عفشها، وفي نفس الوقت بقت يعني نقول كده في الشارع يعني من غير ولا عفش ولا شقه ولا اي حاجه. فهي طبعا مش هقول لك ان العفش دول هم اللي هيضمنوا لها حقها، او هو ده العائد السؤال المادي. هو بالظبط ده بقى السؤال اللي يهمني اللي انا بدات معاكي بيه. هل فعلا ده بيضمن لها حقها، ولا في حالات بتتحول فيها القايمه دي لمجرد حبر على ورق؟ لانه يعني انا الموضوع ده بالنسبه لي مربك جدا. هم كاتبين ايه في القايمه؟ انا بسمع ان بيكتبوا طقم كوبايات، طقم صيني، مش عارف كام بطانيه. طب ما هو ممكن يروح يجيب حاجات، ها، بما يعادل ربع ثمن اللي في القايمه. لا ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش ازاي؟ لان قائمه المنقولات لازم بتبقى متفنطه. يعني مثلا اوضه نوم نوعها كذا، لونها كذا، كم ضلفه، كم كومودينو، كل حاجه لازم تبقى مكتوبه. الثلاجه نوعها ايه، لونها ايه، كل حاجه. فما ينفعش زي ما بيتقال كده والدارج ان انا اروح اجيب لها عفش قديم واعرضه عليها وهي تاخده، وانا اخد العفش الجديد اللي احنا جبناه. لا، هنا بيبقى في خبير من المحكمة بينزل وبيعاين وبيشوف المنقولات دي هل دي بتاعتها ولا لا، ومن حقها تعترض لو العفش مش بتاعها، ولو العفش ناقص، المنقولات دي ناقصة، من حقها ان هي تعترض في محضر جرد للمنقولات، وكل ده بيعرض امام القاضي. فهنا لازم تبقى الحاجة بتاعتها فعليا. بس احنا خلينا نقول ان الغرض مش بس ان العفش ده هو اللي هيضمن لها حقها والكلام اللي احنا بنقوله ده. احنا عايزين نقول ان اهم حاجه ان فعلا زي ما يؤتمن فعلا على العرض، احنا بنتمنى كده، يا ريت ما نكتبش قايمه، ولكن فين الناس اللي ممكن قلبها ما يتغيرش، شخصيتها ما تتغيرش، اخلاقها ما تتغيرش؟ يعني انت هتكتبي قايمه ولا مش هتكتبي؟ لا هكتب قايمه طبعا. الله، منين بقى الناس بنطالب الناس ما تكتبش قايمه؟ لا، انا مش بطالب الناس ما تكتبش قايمه، انا بقول ان القايمه دي حفاظا على حقوق المراه، حفاظا على حقوق البنت اللي لسه رايحه تتجوز. الله اعلم بعد كده هل الزوج ده هيتغير معاها ولا ايه، الظروف الدنيا هيبقى فيها ايه، يتجوز واحده تانية او يسيبها او يطلقها، يبقى حقها محفوظ. ده اللي انا بتكلم فيه. يعني القايمه دي حفاظا للحقوق. طيب. طالما انها كمان ما خدتش مهر، وده المفروض انه من الزواج ان هي تاخد مهر، فما خدتش مهر. وكمان لا، في معظم الاحوال بياخدوا مهر وبيكتبوا قايمه، ده اللي احنا بنشوفه. لا يعني. انا عايزه اسالك على الحاله دي، لما بتاخد مهر وبتكتب قايمه، مش شايفه ان ده في ظلم للزوج؟ بالظبط، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. هي على الاقل لو ما خدتش مهر، بس 99% من الحالات بيجيبوا شبكه اللي هي برضو جزء من المهر. ومع ذلك لو جت في حاله اختلفوا وهتخلع الزوج، المفروض شرعا ردي الي حديقته ترد المهر. هي ما بتردش الشبكه مع انها جزء هي من المهر. لا، لا، هي الشبكه نوع من الهدايا. ثانيه واحده، هي بتحتسب ليه من المهر؟ بدليل ان هي بتتكتب في القايمه. الشبكه دي بيتكتب فيها سواء جت مثلا بعدد فلوس معين او عدد جرامات. لا 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 لا، بنسبه 8%. لا، لو هو تاني بس الشبكه بتتكتب في القايمه. والذهب كمان اسمع، ما هو الشبكه اللي هو الذهب او المصوغات عموما، سواء كانت ذهب، خاتم سوليتير، ايا كان، بيتكتب في القايمه. وكل الحالات انا سمعت كمان ان في ناس بتكتبوا، جرامات، وفي ناس بتكتبوا فلوس، بتكتبوا جرامات عشان سعره يزيد. وبعدين استاذه ولاء بتقول ده لو ما جاتش بتتكتب في القايمه. لا، ولو جت بتتكتب في القايمه. كل الحالات بتقول كده. انا عارفه ان هو بيبقى دافع مهر وجاب شبكه وبيكتب قايمه. بيكتب قايمه ولكن ما فيهاش الشبكه. لو احيانا يجيب لها دبله مثلا، او دبله وخاتم زي متعارف عليه. لو ما جابش شبكه يعني ام العروسه او ابو العروسه، لا اكتبوا لي جرامات في القايمه ضمانا لان انت ما جبتش الشبكه. يعني اصلا يعني العرف ان هي الشبكه بتتكتب في القايمه. بس خليني اسالكم، بمناسبه ان احنا بنقول الشبكه بتتكتب في القايمه والذهب والمش عارف ايه، ايه الحاجات الغريبه اللي بتتكتب في القايمه؟ انا هبتدي بساره، ايه الحاجات الغريبه اللي شفتيها في الحالات اللي جات لك؟ التفنيطه بتاعه القايمه نفسها، يعني مثلا عدد كذا معلقه، عدد كذا طقم كوبايات. هل الزوجة مش هتستخدم الحاجة دي، ففي المقابل أنا هعتبرها إيصال أمانة على الزوج؟ طب الكوبايات هتتكسر بالظبط، هل أنا قاعدة معاهم في البيت شايفة مين كسر الكوباية؟ دي حاجات أبيض بتستهلك وبتستخدم، حاجات قابلة للاستهلاك وللانتهاء تماما. طب قانونا
لو يعني بعد مثلا حالة بعد 5 6 سنين جواز، هل شفتي حالات زي اللي هحكيها لك دي بعد 5 6 سنين جواز وطولب من الزوج ان هو يرجع بقى الحاجات اللي في القايمه اللي فيها حاجات بتستهلك زي بالزبط. ما انت بتقولي المخرج القانوني ايه؟ لا لان انا شايفاكي متحيزه للراجل، فالراجل بيعمل ايه؟ ليه مخرج قانوني؟ اولا انا مش متحيزه للراجل ضد الستات، انا اولا واخيرا بنت، اكيد هبقى عايزه اضمن حقي انا كمان. هتكتبي قايمه؟ مش هكتب قايمه بس هضمن حقي بطرق تانية. ده اللي احنا بقى هنتكلم فيه. فكره ان انا ضمنت حقي بايه، مش دي المشكله اللي احنا جايين نقول ان احنا هنتنازل عن حقوقنا. دي مهمه جدا تهم المشاهدين، ما احنا هنتكلم في انه لو مش هنكتب قايمه، لان انا قلت في البدايه احنا بنتكلم من المنظور القانوني دلوقتي. بالظبط. اضمن حقي ازاي لو انا مش هكتب قايمه؟ يعني ما هو البنت لو احنا بنقول يا جماعه القايمه دي حاجه مش لطيفه ومش متحضره يعني، طب تضمن حقها ازاي؟ عقد تاسيس منزل زوجيه وهكتب فيه كل الحاجه برضو اللي احنا جبناها. الله، طب ما هي لا مش هي العقد ده مش هيتعامل معامله ان هو ايصال امانه، فلو ما وفهوش هيتحبس. امال بقى هيتعامل معامله عقد، واللي هينظر القضايا دي محكمه الاسره برضو. طب ما هي على فكره برضو مش هي هي. ليه بقى؟ لان احنا ساعتها هنكتب كل واحد جاب ايه وهتاخد بس اللي هي جابته، انت مش مضطر ساعتها ان انت تديني انت دفعت ايه في ان انت تجيب فرش في شقتك. انت هتفرش شقتك ازاي وانا هفرش بايه او هساعدك بايه وقت ما يحصل انفصال مهري؟ انا كده كده خلاص ده هاخده او هردهولك في حاله ان انا اللي بنفصل، انا اللي مش عايزه اكمل، انا اللي هخلع. معلش انا ارتب معاكي كده افكاري، حط النقط على الحروف. أوكي. انت تقصدي انه القايمه بيبقى مكتوب فيها كل اللي في البيت. بالظبط. لكن عقد تاسيس ايه الزوجيه او منزل الزوجيه، عقد تاسيس منزل زوجيه بيبقى مكتوب فيه هي جابت ايه وهو جاب ايه. مظبوط كده؟ بالظبط. ولا قولي لي ايه رايك في الكلام ده؟ لا معترضه تماما. ليه؟ مفيش حاجه اسمها عقد تاسيس من، احنا ده مش عقد شركه يعني هي القايمه اللي عقد الشركه العقد هي. ثواني بس، يعني ده اختلاف في المسميات. سويني. بس هي الاستاذه بتقول ان هو عند الانفصال ياخد حاجته هو خلاص، وهي تاخد حاجتها هي اللي هي جابتها. وهي اصلا في العادي ما بتاخدش مهر. لا ما انا هاخد مهر، ما انا بقول نكتب مهر في قسيمه الزواج. ما هو الحل اصلا قايمه المنقولات ليه؟ لان ما فيش مهر. لو في مهر انا هاخد مهر بقى، ليه ما يبقاش في مهر؟ بصي يا استاذه ياسمين، لو في مهر اوكي، بس انا مش مع تعقيب ولاء على كلامك. اوكي، وده الاصل في الجواز، يبقى هي مش ما فيش داعي للقايمه اصلا. لو يعني هي هتاخد مهر، يعني انت لو خدتي مهر مش هتعملي قايمه. لا ما فيش داعي للقايمه، لان هو اللي هيجيب لان هو اللي هيجيب الحاجه، حاجه البيت. يعني انتوا الاثنين يعني محاميات ويعني من اهل الاختصاص في القانون شايفين انه طالما في مهر يبقى مفيش داعي للقايمه. مفيش داعي للقايمه، وطالما مفيش مهر ساره رايك ان يبقى في، قلتي لي اسمها ايه؟ عقد تاسيس منزل زوجيه. عقد تاسيس منزل زوجيه، ولا رايك ان يبقى في قايمه؟ طب احنا سمعنا راي القانون، نسمع ايه راي الدين. معايا مداخلة من الشيخ حسن الجنايني، عالم من علماء الأزهر الشريف. شيخ حسن مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. أهلا بيك. أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال مباشر في البداية، القايمة أو قائمة المنقولات الزوجية وضعها شرعا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في الموضوع أن المرأة لها مهر أو صداق. هذا المهر قد يكون مالاً وقد يكون عيناً وقد يكون منفعة، وكل الحاجات دي وردة في القرآن الكريم. فممكن تكون مال يدفعه الزوج للزوجة وهي بتأسس البيت، أو هو يأسس البيت ويبقى ده مقابل للمهر أو الصداق. تمام. لأن الصداق ده حكم واجب، الصداق واجب. ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة. وقال تعالى فآتوهن أجورهن فريضة، فلابد للمرأة من مهر قل أو كثر. يعني هذا المهر يتفق عليه تبع حالة الإنسان، قل أو كثر. سيدنا النبي يقول التمس ولو خاتما من حديد. السيدة فاطمة الطاهرة المبرأة العفيفة بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كان مهرها عندما تقدم علي قال ليس عندي شيء، قال أين درعك الحطمية؟ قال عندي، قال أعطها إياه، فكان زوجها على درع. فقل أو كثر المهر
فهو هذا هو الأصل في الإسلام، أن يكون لها مهر. شيخ حسن، حضرتك تقصد أنه هي ليها مهر أو صداق أو يعني صحح لي إذا كنت مخطئة، يحل محله القايمة؟ يعني القايمة ممكن تكون بديل للمهر أو الصداق؟ آه نعم، إذا هو جهز البيت أصلحنا فيه خطأ عندنا بيرتكب للأسف الشديد. بنقول إن إحنا الزوجة على العروس عليها إيه والعريس عليه إيه؟ هذا الكلام دي من باب إيه التعاون فقط، لكن الأصل في الإسلام أن الزوج هو الذي يدفع المهر، هو اللي أسس البيت، هو اللي يجيب أساس البيت وعلى قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نحاولش نشترط عليه أكثر من طاقته. لكن هو المهر، هذا هو المهر أو الصداق، قد يكون مال يديهم هذا المال وهم يأسسوا، وهذا المال حق للزوجة، حق للزوجة. شيخ حسن، يعني لو العريس ما دفعش مهر ولا كتب قايمة، الزواج ده يعد باطل ولا يعد زواج صحيح؟ هو ليس ركن من أركان الزواج، الزواج صحيح. وفي أدلة شاهدة موجودة طبعا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بيّن فيها أنه حتى ممكن يتزوج الرجل بالمرأة بدون أي صداق. يعني يجوز أنه يتزوجها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم يا رسول الله. أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم يا رسول الله. فزوجها وتزوجها بلا صداق وبلا مهر، لكن هذا الرجل كان صاحب دين وصاحب خلق. طيب شيخ حسن، معلش عشان أنا مش عايزة أخرج عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه تحديدا، وهو موضوع القايمة. النهاردة لو ولي العروسة اللي هو والدها أو أيا كان قرر ان هو يتنازل عن موضوع القايمة ده، هل ده من حقه؟ خصوصا لو كانت العروسة متمسكة، ده من حقه؟ من حقه إذا رضيت الزوجة، أما إذا رفضت ليس من حقه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. ده من أعظم الذنوب، إنه هو يمنع المرأة أن يكون لها صداق. ممكن أنا ذكرت قبل كده إنه ممكن الزواج يكون بلا مهر وبلا صداق وكده، بس بشرط أن يكون عن تراضي، يكون يعني عن تكون تراضي. تكون هي شرط أن تكون هي موافقة. طبعا لابد أن تكون راضية، لكن إن أجبرها. طب العكس يا شيخ حسن، يعني لو هي متنازلة عن المهر وعن القايمة ووليها متمسك بيهم. هذا المهر حق للزوجة وليس حق للأب. يعني هي صاحبة القرار. هي صاحبة القرار في هذا الأمر، والإسلام علمنا كده وشرع علينا كده. وطبعا يعني تكلم في يسر المهر وأن فيه البركة، وكلما كان المهر يسير كلما كانت البركة، ده هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم عندما تزوج أو زوج بناته تزوج باليسير وزوجهن باليسير. صحيح، يعني زوجهن باليسير. فهذا المال حق للزوجة وليس حق للأب. إذن المهر والقايمة وكل الحاجات دي، التنازل عنها أو التمسك بيها، حق للزوجة وليس لوليها. شيخ حسن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت عايز تقولي إيه ولا؟ أنا كنت عايزك تسألي بس على موضوع الشبكة، لأن هي من الهدايا وليست من المهر الشبكة. فهو كان هيأكد المعلومة يعني. طيب، ولو افترضنا أن الزوج أصلا جايب لها الشبكة على أساس أن هي مهر، او مدلها مبلغ من المال وهي تجيب بيه اللي هي عايزاه، سواء كانت شبكه او غيرها، ده كده يبقى مهر عادي. فهنرجع لنفس النقطه، ان هو بيبقى على حسب الاتفاق بينهم ايه. هو اتفق على ان الشبكه دي هديتها، ملهاش اي علاقه بمهر، او اتفق على ان هي جزء من المهر. والله انا شايفه يا جماعه ان الموضوع يعني ابسط، المشروع، مشروع الجواز ده مشروع حياه، ابسط بكتير من ان احنا نقعد نتكلم في شبكه وقايمه وكوبايات. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل المعركه الصوره دي. فاصل ونرجع لكم تاني.
رجعنا لكم تاني وما زلنا بنناقش موضوع القايمة. هل القايمة بتضمن حق الزوجة قانونا؟ وازاي تضمن حقها كبديل للقايمة؟ ده اللي هنعرفه مع ضيوفي الأستاذة ولاء والأستاذة سارة. احنا في الفاصل كنا بنتكلم عن الحالات اللي انتوا شفتوها، فأنا هبتدي بسارة وتقولي لي أغرب الحالات اللي جاتلك، حالات الانفصال والخناقات اللي بتحصل على القايمة. من الزوج ولا الزوجة؟ لا من الاثنين. الزوجات دايما بيكون انت شايفه مين اللي بيتعرض لمظلوميه اكبر؟ طبعا نسبه الستات اكتر. اللي بيتظلموا بيكونوا اكتر. بيتظلموا ازاي؟ اذا كانت هي كاتبه قايمه فيها المعالق والشوك، هقول لك ازاي. لانه مش دايما بتقدر تاخد قايمتها دي. ازاي بيتم التحايل عليها؟ عدد الحالات هقول لك ازاي دلوقتي، بس احنا بنتكلم في عدد الحالات بيكون اكتر. باعتبار حتى على ابسط الفروض ان الستات اكتر من الرجاله اصلا، يعني احنا النسب اكبر. ازاي بيتم التحايل عليها؟ بطرق كتير قوي. بس انا هسيب النقطه دي وهتكلم عن ازاي بيتم التحايل على القايمه بالنسبه للزوج. لان ده اللي انا جايه اناقشه دلوقتي. بتجيلي حالات كتير مثلا لازواج بالفعل عايشين مع زوجاتهم، والزوج بقى اللي سافر لسبب ما او خرج من البيت لسبب ما، والزوجه تتفق مع اهلها ان هي تطلع المنقولات اللي في الشقه وتخرجها بره وتتهمه بتمديدها. يا نهار ابيض. ودي يعني مش حاله ولا اتنين ولا تلاته. انا عمي دي مستشار. دي الشيطان يقول لها يا خالتي. بالظبط. انا عندي في يعني في المركز بتسرق العفش من البيت ومساعده اهلها، وتروح تطلب منه وبتطلب منه القايمه وبتعمل بيها محضر تمديد منقولات في الاسم. وبيكون ساعتها هو مضطر ان هو يجيبها وهو بالفعل ما اخدهاش. ده يعني نوع من الانواع. من ضمن اغرب الحالات برضو اللي بتجيلنا الحالات اللي زي ما كنت كلمتك، بيكون مكتوب في القايمه الشبكه وبتبقى واخداها بالفعل وبتطلبها تاني عشان بتبقى مكتوبه في القايمه. بالظبط. طب يعني انت اتكلمتي عن الحالات اللي بيبقى فيها الراجل بيتعرض للمظلومة. انا ولاء عشان مش عاجبها الكلام خالص ومكشره، هسمع منها العكس. الحالات اللي انت شفتيها اللي فيها الزوجه هي اللي بتتعرض للمظلومة. هو للاسف الزوجه بنعمل لها محضر تبديد منقولات زوجيه وبعد كده بتنزل جلسه. فهنا يا اما الزوج ما يحضرش وبناخد عليه حكم غيابي، وبعد كده هو يعمل معارضه على الحكم ويجي ويطعن بالتزوير. معلش انا عايزه اتوقف هنا واسالك، لو هو ما رجعش القايمه دي الحكم القانوني بيتحبس؟ حكم حبس مثلا 6 شهور بس، غالبا 6 شهور سنة بتبقى هوية. اقصى عقوبة ايه؟ المفروض 3 سنين، الجنحة من يوم ل3 سنين. لكن هو المتعارف عليه بيبقى 6 شهور سنة مثلا. خلاص؟ يجي يعمل معارضة على الحكم الغيابي ويجي امام القاضي ويطعن بالتزوير على اللي هي امضته على القايمة اصلا. هنا القضية بتتعطل وتاخد فترة كبيرة جدا، بتروح للخبراء. توصل لقد ايه تقريبا؟ ممكن تقعد سنة وسنتين وهي معهاش العفش بتاعها. وعندي حالات في المكتب عندي هكذا، والبنت بنتها مش لاقيه سرير تنام عليه، ومأساة يعني. تفرق القصه دي لما تكون الزوجه ام عن طبعاً. لما تكون طبعا، لان لما يكون معاها اطفال ومش عارفه، لما بيكون معاها اطفال بيبقى الشقه من حق الزوجه. الشقه من حق الزوجه، ولكن لسه هتعمل تمكين من منزل الزوجيه. ما هو الطلاق ما بيكونش بالتراضي، يعني بيبقى اغلب الاحوال بيبقى خناقات او طردها من منزل الزوجيه، فبنضطر نعمل لها تمكين من المسكن الزوجيه، وبعد كده نرفع لها نفقات، وبعد كده نرفع لها القايمه. خلاص كل ده مده ووقت وسنين. فيجي حتى بعد ما استحصلنا على حكم ضد الزوج يجي ويطعن بالتزوير، فيأخر المده ان هي تاخد القايمه بتاعتها. انا معلش هستاذنك هقطعك واخد مداخله تليفونيه من العريس محمد المعداوي، صاحب اشهر قايمه على السوشيال ميديا. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مبروك اولا، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. قول لي بالامانه بقى، انتوا كنتوا متفقين على الموضوع ده ولا انت اتفاجئت؟ لا والله ما كنا متفقين ولا حاجه يعني. وحتى في البيت هناك اصلا ما كانش حد عارف غير حماية يعني. واحنا رحنا يعني عشان نمضيها قبل كتب الكتاب بيوم. كلنا اتفاجئنا يعني باللي كان مكتوب فيه. طب انت لكن ما حدش فينا كان يعرف اي حاجه عنها والله. لا انا ولا العروض. بصراحه كنت متوقع ان القايمه دي تبقى بكام؟ لو كانت كتبت كنت متوقع؟ يعني. انا ما كنتش حاطط في دماغي والله اي رقم يعني. انا شاري مريم، واي رقم كانوا يقولوا لي عليه كنت همضي عليه يعني. وبعدين انا شاري الانسانه دي مش هدور بقى مثلا حطوا جنيه 10 مليون، ما كانش في دماغي والله. قولي ايه كان رد فعلها ايه؟
مين؟ مريم العروسة. مريم كان رد فعلها؟ هي اتفاجئت برضه باللي مكتوب، يعني هي كانت في البداية كان نفسها يكتب لها قايمة زي أي بنت يعني. بس هي اتفاجئت يعني بعد ما احنا مشينا، هي شافت القايمة واللي مكتوب فيها يعني. وبعد ما كانت معترضة في البداية اتبسطت جدا. لا استنى 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 بس، هي كانت معترضة في البداية؟ لا مش معترضة يعني، فاكرة ان ما كانش هيتكتب لها قايمة، لكن هي لما شافت اللي مكتوب في القايمة ده يعني فرحت جدا يعني. هي جنبك؟ هي موجودة معايا. طب ما تديها لنا نبارك لها كده. خلاص ماشي، اتفضلي معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عروسة، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. قولي لي بالأمانة، جبتي إيه في النيش؟ جبت إيه؟ في النيش. جبت 23 طقم كاسات. ده انت حاسباهم 23 طقم كاسات؟ اه. وكنت مجهزه فعلا قايمه قبل ما تتفاجئي بالموضوع؟ كنت مجهزه قايمه فيها الكاسات والمعالق والحاجات؟ لا هو انا ما كنتش مجهزه قايمه، انا كنت عاينه الفواتير لبابا. اه مأمنه نفسك برضو. اه امال ايه. وبعدين بس يعني ما كانتش في بالي ان انا اكتب قايمه عشان خاطر اربط محمد، او ان انا لا ده حقي وحقك لا كنت على حسب العادات والتقاليد في البلد ده. ها لكن لما اتفاجئتي ان والدك كتب الجمله الجميله اللي كتبها على القايمه دي، ما تراجعتيش؟ ما حسيتيش انه اشمعنى يعني انا يعني اللي ما تتكتبليش قايمه؟ لا خالص والله خالص، ده انا فرحت بها جدا، وانا اللي صورتها وقعدت اوريها لصحابي ووريتها لاخويا وانتشرت بقى من كده. ها طب ايه الضامن دلوقتي يا مريم بعد ما فرطتي في القايمه؟ هو اولا الضامن حبنا ده قبل اي حاجه. طبعا في ناس هتقول لا وما بيدومش والقلوب بتتغير، بس انا شايفه ان الضامن غير حبنا دلوقتي هو عهد ربنا. احنا مش محتاجين قايمه علشان الله الله يعني على الكلام الجميل. احنا مش محتاجين شويه كاسات وكوبايات ومفارش هيربطونا ببعض، بالعكس احنا محتاجين حاجه اكبر من كده. فاحنا الحمد لله عندنا حبنا بقالنا سنين بنحارب عشان نكون لبعض، والحمد لله يعني ربنا كان مسهل لنا الامور الحمد لله. بقى معانا عهد ربنا خلاص. مريم مليون مبروك، وربنا يهدي سركم ويفرحكم ويبارك لكم في بعض انت ومحمد. شكرا ليكم يا حبيبتي، مليون مبروك. كلمة حلوة قوي عجبتني. هي قالت كلام كتير حلو، هو كل كلامها حلو ما شاء الله عليها، ربنا يسعدها. بس فيش حاجة عاجبة ولا خالص، الكلام مش عاجبها. قالت كلمة يعني اللي بينا مش شوية كاسات وكوبايات وأطقم. في حاجة بس عايزة أقولها، إن دي مش الحالة الوحيدة عندنا في مصر. أنا عرفت إن أهل النوبة كلهم ما بيكتبوش قايمة. أهل النوبة ما بيكتبوش؟ ما بيكتبوش قايمة. أنا عندي صديقة نوبية، مع إن على حد علمي في الصعيد يعني كان في حلقة كنا عاملينها عن عادات والتقاليد الخاصة بمصاريف الجواز، الصعيد الذهب عندهم أهم من العفش أصلا. الصعيد العريس هو اللي بيجيب تقريبا كل حاجة يعني. سوهاج مثلا قالوا لنا العريس هو اللي بيجيب كل حاجة. أهل النوبة أنا عرفت من صديقة هي أصلا يعني نوبية أبا عن جد، ما فيش حاجة اسمها قايمة في النوبة. وبالعكس كمان مؤخرا يعني احنا بنقول ما فيش قايمة يبقى هو هيجهز بيته كله، هي مش هتجيب اي حاجة. انا عرفت كمان منها ان مؤخرا بقى لازم العروسة يعني ذوقيا منها وحبا في الشخص اللي هي هتبني معاه البيت بتساعده، بتجيب مثلا حاجة المطبخ، بتساعده بالاجهزة الكهربائية، بس ما يعرفوش قايمة. ويعني سبحان الله قالت نفس كلام مريم، بقول لها طب ضمان حقكم بيبقى ايه؟ بتحلوا خلافاتكم ازاي باعتبار ان مفيش قايمه؟ قالت لي بيتم اعداد. اتفضلي. بيتم اعداد الكبار، كبار العيله، وكل واحد بيخرج باللي جابه لو طيب. هي جابت حاجه. انا عايزه اختم بايه، نصيحه للعرايس. انت قلتي لي انها بتضمن حقها من وجهه نظرك القانونيه في المقام الاول، انت شايفه انه اسمها ايه تاني؟ عقد تأسيس منزل الزوجية. عقد تأسيس منزل الزوجية يضمن لها حقها ويضمن له هو كمان، وتاخد مهر. ويضمن له هو كمان وتاخد مهر. ولا قولي لي ايه الحل لو مش هنكتب قايمة؟ انت شايفة ايه اللي يضمن للعروس حقها، خصوصا ان انت لسه كنتي بتقولي لي بيتحايلوا على القايمة، والرجالة بيتحايلوا على القايمة وما بيرجعهاش. ممكن انا كنت مقترحة قبل كده وديعة بنكية. انه يعمل لها وديعة بنكية ودي تبقى مهر بكام يعني كده؟ على على حسب استطاعته، على قدر استطاعته. لا مش مبلغ محدد، على قدر استطاعته وهي تبقى راضية. طب لو انت هتعملي وديعة بنكية هتعمليها بكام؟ لا ما اقدرش اقول مبلغ، على حسب قدرات العريس، على حسب استطاعته برضه.
اكيد مش هحمل حد فوق طاقته يعني، خصوصا لو انا هو حد انا مقتنعه بيه جدا وشايفاه. في حاجه مهمه جدا مش واخده بالك منها، إيه؟ ان لو انا على تجربه شخصيه انا ممكن بشتغل واقدر اعتمد على نفسي، ممكن لو حصلت مشكله اثناء علاقه زوجيه او كده ممكن اقدر ان انا يعني اسند نفسي. في بنات صغيره لسه ما خرجتش للحياه ولا اشتغلت ولا يعني ليها وظيفه تقدر ان هي تكسب منها. بس احنا خدنا منك تصريح دلوقتي بالعافيه، يعني انت شايفه الست لو مستقله ماديا وقادره تصرف على نفسها ممكن ما تكتبش، ممكن ما تكتبش، ممكن ما تكتبش قايمه طبعا وتتنازل وتتنازل عن المهر. ممكن لو هي مقتنعه تماما وشايفه ان هو حد فعلا يؤتمن عليه، يعني ان هو ان هي تبقى امانه فعلا وهو يبقى قد الامانه. لو هي مقتنعه تمام، لان هي في حاله الانفصال ليها دخل تقدر ان هي تصرف، تقدر لو عندها اولاد تصرف عليهم، تقدر تبقى معتمده وقرارها تقدر تاخده من دماغها يعني. تمام. انما لو بنت صغيره لسه ما اشتغلتش ما شافتش حاجه او طالبه في الجامعه صعب، لازم حقها. ابوها او يعني الولي يضمن لها حقها. ده وجهه نظري. تمام. وما فيهاش اي ظلم ولا للراجل ولا للبنت. تمام. ولاء بشكرك. أوكي. شكرا جزيلا. ساره بشكرك. بس شكرا جزيلا. متهيألي انه افضل ختام هو الكلمه الجميله اللي قالتها لنا العروسه مريم وعريسها محمد، الضامن هو عهد الحب اللي بيننا والضامن هو الله.